طيب يعني ماذا قدمت المؤسسة للصوماليين ونعلم أن هناك بعض المخيمات في كينيا في ظل المؤسسة، المجاعة يعني. نعم المؤسسة قدم معونات لإخواننا الصوماليين، وأنا وكلني جدتي أن أذهب أو أن أذهب مع هؤلاء الذين سيوزعون الطعام هناك. طبعا هذا أنا. نعم أنت نعم يوجد هناك، هل يمكن أن نعرض لعلك تعرض للمشاهدين يعني بعض الصور. هذه هي الشاحنة، نعم هذه هي الشاحنة المملوءة بالمواد الغذائية. نعم هذا أنت وفي الشاحنة التي تنقل المواد الغذائية لبعض المخيمات في كينيا أم في الصومال؟ في الشمال شرق كينيا، يعني على حدود كينيا وصومال، نعم منطقة تسمى داداب. هذه الشاحنة يعني لو في صورة أوضح. يوجد نعم ماذا قدمتم يعني هل لديك بعض الزيت، السكر، روز والدقيق نعم وحليب. نعم هذه صور للمساعدات التي قدمتها المؤسسة الخيرية مؤسسة سارة الخيرية نعم للصوماليين. نعم نعم طبعا حقيقة أنا لما ذهبت هناك، يعني الأزمة ما زالت مستمرة هل لديكم خطط لدعم أكثر هل يعني في هذه النقطة تحديدا هي نقطة إنسانية بشكل كبير ألم يعني تطلبوا دعما صريحا وواضحا من منظمات أمريكية من منظمات غربية من أجل دعم هؤلاء بشكل أكبر ألم تطلبوا من السيد الرئيس باراك أوباما شيء من هذا القبيل هناك بعض الناس، يعني إذا كان الأمر إنساني فمن المشروع أن يطلب الإنسان من أي شخص يعني ما المشكلة في ذلك؟ فنحن هناك جهات عدة وهناك أناس عدة، كتبنا لهم، وجهنا لهم الخطاب لإعانة هؤلاء المستضعفين، وبعضهم الآن أرسلوا لنا الجواب، والآخرون إن شاء الله نحن ننتظر أي تعاون معنا في هذه القضية، لأن هناك حاجة شديدة. وفي الحقيقة أشكر كذلك دولة قطر، لأنني لما ذهبت هناك وجدت آثار قطر هناك، هناك مستودع مليء بأدوية. لما سألت الإخوان من أين وجدتم هذا، فقال لي هناك بعض الأطباء جاءوا من قطر، وهذا كان أسبوع ثاني من شهر رمضان. نعم قالوا لي هناك قطر يعني من الدول الأولى التي يعني نعم سعت إلى تقديم العون للصوماليين وفقا لكل التقرير والمسؤولين الذين كانوا معنا هنا نعم وكانت هناك حملات تبرعات كثيرة في هذا الإطار قطر والسعودية والإمارات وعدد آخر من الدول الخليجية بالطبع يعني كنت